ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من بي ان ماروك. تهافت المغاربة لاقتناء ملابس العيد يخرق التدابير الصحية في الأسواق. اكتظاظ مهول وتهافت كبير للمواطنين على الأسواق التجارية الكبرى بالدار البيضاء هذه الأيام لاقتناء ملابس عيد الفطر في غياب احترام التدابير الصحية وغياب المراقبة من لدن السلطات العمومية. فضاءات تجارية تحولت خلال هذه الأيام إلى قنبلة موقوتة لنشر فيروس كورونا المستجد، خصوصا في ظل عدم احترام التدابير الصحية الموصى بها من لدن السلطات العمومية. وأضحت هذه الأسواق بما فيها العلامات التجارية المعروفة ممتلئة عن آخرها، وصار احترام التباعد والتدابير الصحية الأخرى غير معمول به داخلها، إن لم يستطع العاملون في هذه الأسواق تنظيم الزبناء والوافدين عليها. أما على مستوى السوق التجاري الشهير جرج علال فقد شهد فوضى وازدحاما لا مثيل لهما نهاية الأسبوع المنصرم أمام عجز السلطات المحلية بعمالة الفداء مر سلطان عن تنظيم الباعة والزبناء. وأكد بعض الباعة الذين تحدثوا للجريدة أن عدد الزوار نهاية الأسبوع لا سيما يوم السبت تجاوز العدد الذي يمكن تخيله، ما أثر بشكل كبير على العملية التجارية. وعلى الرغم من أن الباعة استغلوا هذا التهافت من لدن المواطنين على محلاتهم وكذا على الفراشة، فإنهم اشتكوا من غياب التنظيم والمراقبة من لدن السلطات المحلية ما ساهم في تسجيل عدد من حالات السرقة، لا سيما في ظل الإغلاق الليلي وهو ما يدفع الأسر إلى الخروج بشكل جماعي لاقتناء الملابس الخاصة بهذه المناسبة. ويتوقع أن تشهد الأيام المتبقية من شهر رمضان خصوصا نهاية الأسبوع إقبالا كبيرا على الأسواق والمحلات التجارية المعروفة بالنظر إلى تلك الفترة سيتزامن مع العطلة الدراسية البينية. في انتظار رأيكم متابعينا الكرام.